حرك طارق صالح قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي السبت قوة ضخمة باتجاه مأرب آخر معاقل الإصلاح شمال اليمن نقطة. يتزامن ذلك مع ترتيبات لتغيير محافظا المتحالف مع الإصلاح وما يعكس مخاوف من ردة فعل تخليط الأوراق. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوة ضخمة معززة بمختلف أنواع المعدات العسكرية والأسلحة تحركت فجرا من المخال وفي طريقها إلى مأرب، مشيرة إلى أن تحريك القوة جاء بناء على توجيهات المجلس الرئاسي. وكان شقيق طارق صالح توفيق طالب بالتريث بموعد تغيير سلطان العرادة، وجاءت هذه الخطوات في وقت هدد فيه الإصلاح بخيارات جديدة في ظل عملية اجتثاث قواته في شبوت والمساعي لاستئصاله من بقية معاقله في مأرب وحضرموت وتعز. ونشر قوة عسكرية في مأرب يعكس مخاوف من تقارب بين صنعاء والإصلاح يفضي بتسليم المدينة، خصوصا مع تلويح الإصلاح بالانسحاب من سلطة المجلس الرئاسي والحرب. ومن شان انتشار القوات التابعة لطارق تقليص أوراق الإصلاح ومناوراته في مطالب إقالة محافظ شبوت وتوسيع رقعة استهدافه ما لم يتخذ الحزب قرارات سريعة. وقال العميد طارق صالح في تغريدة له على موقع تويتر أن المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد ميليشيا الحوثي ليست مجرد سياسة بل هي معركة وجود وطني، وأضاف معركتنا مع الحوثي وإيران يجب أن نضافر فيها الجهود وتصويب الجهد وتعاون الجميع كل حسب فكره وموقعه.